السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي في الله، كيف أحوالكم؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. نتمنى أن هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال وأموركم مزيانة يا ربي يا كريم. اللي كتمنى الزوج الصالح الله يرزقه ليها، اللي كتمنى الدنيا الصالحة الله يرزقها ليها، اللي عاطية ديال الحن الله يوفقها والله يحن عليها والله يرزقها الصلاح والله يرزقها الفرحة يا ربي يا كريم. واي بنيته واي امراه كيف ما كانت الله يرزقكم الفرحه الابديه يا ربي يا كريم، والله ينصركم والله ينجيكم من شر الخلق والله يطمركم ويعمركم بعمارة مكة والمدينة، والله يعطيكم شي 5 سهلة مع جنوها شاهدين، والله يحفظكم في محفظ اللسان والميزان، والله يعطيكم شي طريق خاوية نقية خالية من الشوك. المهم اليوم الحبيبات ديالي جاتكم واحد الوصفة غزالة بزاف لأي وحدة، لأي وحدة كتعاني من فراق الحبيب، لأي وحدة راس الطارق ديالها معذبها في حياتها، ما يعني معذبها في حياتها، معذبها في يعني كتشوف انه ما مسوقش ليها، هو دافع عليها كبير، قطع عليها التليفون، ولا مثلا في الدار خرج ما مسوقش ليها، ولا مثلا كاين نت في الدار ولكن هي كتوكل في جهه هو كيوكل في جهه، ولا يعني الحياه الزوجيه دائما فيها المشاكل، ولا فيها بزاف ديال الامور اللي كتعكس نتوما. راه المهم هاد النوع هادو ديال المشاكل هادو الا كنتي كتعاني منهم انت اللي كتسمعيني دابا، فكنصحك بهاد الوصفه هادي. واحد القضيه بغيت نشير لها الله يجازيكم بالخير، راه القناه الثانيه الله يجازيكم بالخير راه كنحط فيها وصفات اللي هما غزالين. الناس اللي مثلا ما بغاتش انها تبخر، ما بغيش انها دير هادشي اللي كيكون شويه صعيب، راه كنحط تما وصفات ساهلين. القناه هي عالم القران والروحانيات، وراه دائما كنحطها لكم في صندوق الوصف، لهذا الله يجازيكم بالخير دخلوا وتفرجوا في الفيديوهات اللي كنحط تما، لانني راه ماشي دائما كنحطهم هنا، مره كنحطهم في ديك القناه ومره كنحطهم في هذه القناه. المهم باش ندخل لكم في تفاصيل الوصفه، كنحتاجوا ورقه، كنحتاجوا ورقه، وكنحتاجوا الماء ديال الزعفران، الزعفران والمسك و وماء الورد. في حاله ما كانش عندك انت هاد المكونات هادو اللي كيتسمى بالقلم كيتسمى بالمداد الروحاني، اذا ما عندكش ماشي مشكل، بامكانك انك تعوضيها فقط بقلم اسود، ولكن اذا كان يعني الزعفران والمسك مع ماء الورد او ماء الزهر يكون احسن، ولكن راه هذا ما كيمنعش ان الوصفه ما تصدقش ليك. المهم كتهزي هاد الورقه هادي، انتما كتهزي هاد الورقه هادي كتكتبي فيها ماروش هاروش ميم ذال تاء هاء و الكاف ضاء بحق هذه الأسماء هيجو فلان ابن فلانة واسلبوا عقله وروحه واجعلوه يبكي ويشكي من محبة فلانة بنت فلانة. كتكتبو ماروش هاروش ميم دال تاء هاء واو كاف ضاء بحق هذه الأسماء هيجو فلان ابن فلانة واسلبوا عقله وروحه واجعلوه يبكي ويشكي من محبة فلانة بنت فلانة. المهم كتهزو هاد الورقه هادي كما قلت لكم، الا عندك المداد الروحاني اللي مكون من الزعفران والمسك والماء الزهر وماء الورد بامكانك انك تستعمليه. في حاله ما عندكش هاد المكونات هادو راه ما كيشكلش مانع ان الوصفه ما تصدقش ليك، غادي ديري غير قلم اسود هاك عادي. ثم كتهزي هاد الورقه هادي، غنقول لكم شنو غديري بها، راه وصفه البنات خطيره وبغيت اي وحده انها تجربها. هانتوما كتهزي واحد الإناء طاسة ولا اللي كان
كتهزي هاد الورقة هادي وكتحاولي انك تحاولي انك ديري ديك الورقة في الماء وتخليها انها تطلق، يعني ديك الكتابة اللي فيها راه كتطلق، كتخليها على جنب. من بعد الحبيبة ديالي كتهزي التصويرة ديال بوركابي، هانتي التصويرة ديال بوركابي هي هادي، داك راس الطارو تصويرتو هي هادي. كتهزي هاد التصويرة هادي بالليل، بالليل كديريها في السليب ديالك، هانتوما هذا هو السليب الحبيبه ديالي. هاد السليب هذا كتهزيه كدير التصويره ديال بوركابي، يعني تكون مواليه للفرج ديالك بهذا الشكل هذا، هانتوما التصويره ديالو، يعني وجهو يكون موالي للفرج ديالك. اشنو غادي ديري ملي غتلبسي هاد 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 السليب هذا وغادي ديري فيه هاد التصويره هادي؟ غادي تقولي هاد العزيمه هادي، طاح الليل طاح عليا السر، طاح الليل طاح عليا السر، والبها وعلى فلان ولد فلان بالوحش والبكا، الدار اللي يدخل ليها ما ترويه غير فلانه بنت فلانه في الدار، بين في الدار بين يديه، من محبتي شكا ومن محبتي بكا ومن محبتي قطع السلاسل الحديد وجا، يا فلان ولد فلانة بما فراجي حطيتك وما فراجي سقيتك حتى تشوفني انا فلانة بنت فلانة وتهيج. المهم البنات هاد العزيمة هادي راه نكتبها لكم في صندوق الوصف، اللي بغات تكتبها دابا تكتبها. المهم كيف ما قلت لكم هادي راه حطيناها على جنب، هادي راه كنحتاجوها على جنب، بغات تخليها ليله كامله. هادي ملي غتلبسي السليب ديالك ودير التصويره ديال البركاب، يعني في اثناء فتره النوم، يعني الا بغيتي تنعسي غتقولي هاد العزيمه، طاح لي طاح عليا السر والبها وعلى فلان ولد فلانه بالوحش والبكا، الدار اللي يدخل ليها ما تروي غير انا فلانه بنت فلانه في الدار بين يدي، من ما حبتي شكا ومن ما حبتي بكا ومن ما حبتي قطع السلاسل الحديد وجه، يا فلان ولد فلانه، يا فلان ولد فلانه، درت لفلان ولد فلانه درت تصويره فلان ولد فلانه بفراجي وحطيته، ومن ما فراجي سقيته حتى يشوفني ويهيج غير على فلانه بنت فلانه. المهم هذا الشيء ليله كامله، يعني هذه غتقولي هذه العزيمه وانتي هذه التصويره هذه راه تحت يعني مواليه للفرج ديالك. ملي غيوصل لغد الاخر ان شاء الله غتحيدي هذا السليب هذا، غتحيديه وغتهزي الخيوط، هزي الخيوط والبرا، هزي الخيوط والبرا هما هادو، وغتحاولي انك تخيطي التصويره ديال بوركابي راه كاينه في الداخل، خليها انت في الداخل، يعني بهذا الشكل هذا غتطوي ديك التصويره، وغتحاولي انك تخيطي هاد السليب هذا من هاد الجوانب كامل، يعني هاد الجوانب كامل غتحاولي انك تسدي هاد التصويره هادي والسليب، يعني تخيطي هاد السليب هذا من جهه الرجلين وتخيطي من هنا، يعني هاد السليب هذا خصو يتخيط، والتصويره ديال البوركابي راه هي من الداخل. من بعد غتقولي لي الحبيبه ديالي اشنو غادي ندير دابا، غادي نرجعو غادي نرجعو من بعد ما خيطتي هاد السليب هذا، غادي نرجعو للماء اللي تلقات فيه هاد الكتابه هادي، الماء اللي تلقات فيه هاد الكتابه هادي غتهزيه وغديريه في الرشاش، هو هذا بسم الله، راه حطيت لكم واحد الوصفه مشابهه لبنات على التصويره ديال البوركابي اللي طرشي بها ترشيه بواحد التصويره ديالو، ترشيه بواحد الماء ديال الرجلين، راه حطيتها لكم في حطيتها لكم في القناه الثانيه، ولكن يعني اللي بغات تفرج فيها راه غادي نحط لكم حتى القناه الثانيه في صندوق الوصف. المهم من بعد الحبيبه ديالي كيف ما قلت لكم هاد السليب هذا راه خيطي، ومن وسط التصويره كتهزي هاد الماء هذا وكتبقاي ترشيه،
كتبداي ترشي بحال هكا بهذا الشكل هذا، كتبقاي ترشي داك الماء على السليب. من بعد شنو كديري؟ كتهزي هاد السليب هذا وكديري شي قرعه، كديريه اما في قاعه ديال الزاج ولا ديال البلاستيك، يعني اي قرعه عندك. انا نشوف يعني اي قرعه عندك البنات كديريه وسط، كديريه وسطها هانتوما. من بعد الحبيبه ديالي كتهزي داك السليب المخيط اللي من وسط التصويره كتطويه وكديريه، كديريه في شي قرعه اما ديال البلاستيك اما ديال الشجاج اما اللي عجبك، وكتسدي وكتسدي عليها، يعني كتسدي عليها باحكام. ثم كتهزي هاد القريعه هادي اللي منصتها سليب والتصويره ودرتي ليها كامل وقريتي العازمه وكلشي، كتهزيها الحبيبه ديالك وكتحتفظي بها في الدولاب ديالك، في الدولاب ديالك ولا في شي بلاصه اللي ما غيوصل ليها حتى شي ادم، ولا مثلا في البلاكارات اللي كيكونوا في الكوزينه في شي بلاصه اللي كديري فيها مثلا غير هادوك المسائل دوك المعدات اللي ما كتستعمليش، يعني ديك البلاصه ما يمشي ليها حتى شي واحد يمكن انا ديريها فيها، وتخليه حتى يتصل. غادي تضيق به الدنيا لواحد الدرجه ما تصوريش، راه مابقاش غطيح ليه شي مرا من غيرك في بالو، عرفتي دوك التصرفات اللي كيدير معاك وداك الشيء كامل اللي كيدير معاك، ديك النفخه غيتنازل، الكواري غادي ينزلو، انت غتحكمي فيه كيما بغيتي. المهم الحبيبات ديالي كيف ما قلت لكم الوصفه راه ساهله وما فيها حتى شي اشكال. الناس اللي غيقولوا لي واش كدير هذه الوصفه على طهاره ولا ماشي على طهاره، بغيتي ديريها على طهاره ديريها، بغيتي ديريها من غير طهاره، يعني ما كاينش واحد الشرط اللي هو اساسي. بالنسبه لليوم، اليوم اللي كدير فيه هذه الوصفه جميع ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعه. نهار الجمعه البنات ما تحاوليش انك ديري هذه الوصفه، مثلا بغيتي ديريها نهار الخميس هاد الكتابه هذه اللي كتطلق في الماء غديريها قبل، يعني غادي ديريها نهار الاربعاء باش تطلق لك مزيان باش ديريها نهار الخميس، ماشي ديري هاد الوصفه يعني ما غاديش تطلق لك ديك الكتابه كيف ما بغيتي نتيا. هادشي اللي كاين جميع ايام الاسبوع من غير نهار الجمعه. وهادشي اللي كاين، اللي عنده شي تساؤل ولا اللي عنده شي حاجه تكتبها لي في التعاليق. وبالنسبه راه الجيميل كنحطو لكم البنات اللي بغات تواصل معايا شخصيا، فراه كنحط لكم الجيميل للتواصل باش نتواصل باش نتوصل يعني بالمشاكل ديالكم، اللي بغات انا نخدم ليها شي حاجه فتكتبها لي في صندوق في الجيميل. وتهلاو لي فراسكم حتى الفيديو الجاي، ولا اللي بغات تسول على شي حاجه تكتبها لي في الجيميل البنات، وتهلاو لي فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.